عزيزي في هذه الحلقة أواصل حديثي عن معجزة من أقوى المعجزات، الخلاص، خلاص المرأة السامرية. هذه المعجزة فريدة من نوعها، أحداثها جميلة، أحداث درامية حلوة حلوة، بنتعلم منها عدة دروس. المرأة السامرية، معجزة الخلاص، هذه واحدة من المعجزات القوية. منشوف هون أطول حديث مع امرأة، ومنشوف هون عمل إلهي، أجمل نعمة، تري محبة المسيح، تري أحشاء المسيح، اهتمام المسيح، عناية المسيح، توقيت المسيح في خلاص. وأيضا منشوف أن رجاء لأعظم خاطئ على هذا الوجود. جاء المسيح مع مر بالسامرة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 آية 4، مكتوب كان لابد له أن يجتاز السامرة. طبعا بالنسبة لليهود المتعصبين يمروا من أرض السامريين لألا يتنجسوا. الشخص اللي من منطقة بينزل شهر الأردن ويدور حول الأردن الجليل، يعني تصبح المسافة ضعف ونص حتى إلى المكان اللي عاوز يصله. لكن من المسيح كان لابد له أن يجتاز السامرة، وكل هذا العناء والتعب من أجل الوصول إلى امرأة لكي يكلمها عن النعمة ويجذب حياتها إلى نعمة الخلاص. جاء عند منطقة تسمى سخار، عند بئر يعقوب، وهناك جلس على البئر. كان عطش وكان جوعان، أرسل التلاميذ إلى القرى المجاورة لكي يبتاعوا أو يشتروا خبزا. في هذه الفترة جاءت امرأة سامرية لتستقي ماء، تملي الجرة. طبعا تكلم الرب يسوع المسيح وقادها من احتياجه إلى الماء الجسدي، قادها إلى احتياجها إلى الماء الروحي، خلص نفسها وخلص جسدها أيضا. السامريون من هم؟ السامريون هم أصلا جماعة من اليهود أخذوا إلى السبي الآشوري سنة 722 قبل الميلاد، والآشوريون أحضروا شعوب أخرى وسكنوا في منطقة السامرة، فاختلط السامريون مع الأخرى الدم والزواج. فعندما رجعوا أهل يهوذا من السبي البابلي بعد فترة زمنية، بالنسبة لهم كانت طريمة نكراء عظمى أن السامريون اختلطوا وابتدأوا أن لا يعاملوا السامريين، وابتدأ العداء بين يهوذا والسامريين أيضا. مر هذا العداء إلى أيام المسيح، وكانت ذروة هذا العداء أن اليهودي كان يصلي أشكرك يا الله إني لست سامريا. ووصل الوضع أنه إذا شخص عاوز يسب شخص، يتهم شخص، كان يقول عنه سامري، أو قيل بالأحرى يسوع قالوا له ألسنا حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان. هذه الخلفية بتعطينا كم من قوة ومقدار العداء اللي كان بين السامريين واليهود في تلك الأيام. لكن طبعا يسوع ومرتفع فوق كل هذه الحواجز، فهو يهتم بالنفس البشرية، ما فيش عنده اسمه عنصرية، بفضل شعب على شعب. ولاحظ أنها كانت أيضا امرأة، ذهب خصيصا لكي يتعامل ويتقابل مع هذه المرأة. بالواقع إذا أردت أن أعطي اسم لهذا الموضوع هو دعوة للارتواء والامتلاء. قال يسوع للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد. هذا الحديث قاد جاذبية المرأة السامرية، هي عطشانة، هي محتاجة، هي تبحث الارتواء، والرب يعرف احتياج المرأة السامرية. كثيرون يبحثون عن ارتواء معين ليشبعوا جوعهم وعطشهم. البعض يبحث
في أماكن خاطئة، يبحث عن الحرية، يبحث عن السعادة، ويبحث عن الاستقلالية عن الله. الحرية هو أن لا أفعل ما أريد بل أفعل ما أريده الله. والبعض تبحث عن السعادة المؤقتة أو اللذة المؤقتة كما فعل سليمان في القديم، ووجد أن الكل باطل وقبض الريح. هذه المرأة جربت الكثير. أولا كانت تمتلك جمالا فتانا، وإلا خبرني، هذه المرأة تزوجت بخمسة رجال والسادس اللي معها ما كانش لإلها. واضح أنه كانت جميلة صورة، جميلة الشكل، وكانت كان عندها جاذبية سحرية، ولا سيما كانت صيادة نمرة واحد للرجال، تعرف كيف تجتذب الرجال. وكانت متكلمة لبقة سلسة التعبير من حديثها مع يسوع المسيح. واضح أنه كانت وطنية متعصبة، يهودي، امرأة سامرية، كانت محافظة التقاليد، عرفت عن تقليد السامريين، كان عندها ذكاء خارق وسرعة البديهية لكي تواصل أو تتواصل مع يسوع. كان عندها معلومات دينية لا بأس بها عن الخلفية التاريخية للبير اللي حفره يعقوب وبناه في تلك المنطقة. كانت جريئة، لكن باختصار وصلت إلى حالة رديئة، أخلاقها هوت، فأصبحت محتاجة، أصبحت مزلولة، مقيدة، مستعبدة، وأصبحت تحتاج إلى الماء الحي. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك فلتبصر، إيمانك قد شفاك، يا بنية قومي. أيها الشاب، لك أقول قم. معجزة، هل حدثت معك معجزة؟ معجزة شفاء أو فداء، معجزة خلاص أو تحرير، خبرنا فنخبر الآخرين. هذه المرأة السامرية أصبحت تعيش في فراغ فظيع، حياة مملة، حياة الوحدة، وكانت أكيد تبحث عن شيء معين. كانت تأتي إلى البئر في توقيت غير عن توقيت العادي يذهب إليه النساء. كانت يمكن مملوءة بجراح عميقة لم يعرف أحد سوى يسوع المسيح، لم يكن لها أصدقاء. مع كل هذا بالتعبير نقول أنها كانت فاشلة الكلمة، وأصبحت كئيبة، مشاعرها مجروحة. منلاحظ هذا من طريقة حديثها وكلامها مع الرب يسوع، أنه كان عندها نوع من التمني ومشتاقة لعمل شيء معين في حياتها. شيء ثاني أريد أن أتحدث عن معطلات الارتواء. قالت ليس لك دلو والبئر عميقة. البعض يبحث عن طرق غير الطرق الكتابية. قال أحد رجال الله إن أعجب من إنسان يموت عطشا والنبع بجانبه. قال إرمياء في القديم في الإصحاح الثاني شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه لينقر لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. البحث عن مياه أخرى. كم من الناس التي تبحث بدوع. أعطيني من هذا الماء، قالت. الرب يسوع بيتكلم عن عطية روحية، عن عطية الحياة الأبدية. كم من الناس التي تبحث عن الأوهام والسراب. كم من الناس التي تذهب إلى وسائل وطرق تختلف عن وسيلة الكتاب. كم من الناس الذين يلتجئون إلى العرافين والسحرة. كم من الناس محتاجين لمعجزة لشخص يفتح لهم في المستقبل، ممكن مساعدة حتى تخلف أو قضية معينة بينها وبين جوزها. كم من الناس يحاول
تبحث عن طرق غير يسوع المسيح. يقول كتاب يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. يقول في سفر أيوب: إلى ملائكته ينسب حماقة، إلى أي القديسين تلتفت؟ قال يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا. هل تبحث عن أوهام أو سراب في حياتك؟ فسرعان ما تكتشف أنه كل اللي جمعته وكل اللي عملته مبني على أوهام وسراب. لكن أريد أن أقول أيضا في شروط للارتواء، والشروط هو ينبغي أن تأتي بعطش. عطش هي أشد احتياج، أشد رغبة واحتياج في حياة الإنسان. الكل محتاج أنه يشرب الماء. لازم تيجي في عطش، تيجي في رغبة، تيجي في اشتياق وتطلب من الله. يعني الرب يسوع علم عن هذا: إن عطش أحد فيأتي إلي. لازم تطلب من المصدر، من الشخص ذاته. مش ممكن إلا لازم يكون في احتياج. إذا ما فيش احتياج معناته أنت عندك اكتفاء ذاتي، أنت حاطط الله على جانب أو بتحتاج الله في وقت الحاجة. لكن المحتاج هو الشخص العطشان اللي عاوز لمس، عاوز عمل في حياته. ولاحظ هون براعة يسوع المسيح. تعامل المسيح مع إنسانيتها أنها امرأة محتاجة، وعندما خاطبها أثار وخاطب فكرها، خلاها تفكر، شغل مخها. أيضا خاطب ضميرها، يعني مسك أو ضرب على الجرح الحساس. قال: ادعي زوجك. أجابت وقالت: ليس لي زوج. قال لها: بالصواب أجبت. حرك أيضا إرادتها، يعني أخذ قرار أنه تعمل، قرار أنه تترك حياتها الماضية. وبالواقع أنه المسيح تعامل مع جهلها الروحي، بل هدم كل معتقداتها الزائفة. فالسامريون كانوا يعتبروا نص يهود، يعني كانوا يؤمنوا في التوراة، في أسفار موسى الخمسة، لكن لا بالمزامير أو بالأنبياء. فكان كتاب غير كامل، إيمان ناقص، إيمان محدود، مش مبني على كل كلمة الله. فكان لابد أن يعالج جهلها الروحي ويهدم معتقداتها الزائفة. طبعا احنا موجودين بجانب نهر الأردن. نهر الأردن طويل، احنا من الجهة الشمالية. طبعا نهر الأردن وين بيبتدي؟ بيبتدي من عند منطقة بنياس اللي هي قيصرية فيليبوس تحت سفح جبل الشيخ. الثلوج اللي على جبل الشيخ بتدوب أو جبل حرمون، وبتكون أو بتصب في نهر حرمون وفي نبعة دان، وبيتعلق نهر الأردن تحت سفح جبل الشيخ. الارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر، نزولا طبعا شايفين تدفق المياه الجديدة في هذه المنطقة. بتضلها المي نازلة حتى بحيرة طبرية. بحيرة طبرية 200 متر تحت مستوى سطح البحر. وطبعا النهر، نهر الأردن بيخرج من بحيرة طبرية نزولا إلى بحر الميت. طبعا بحر الميت 400 متر مستوى سطح البحر. نهر الأردن في الكتاب المقدس، معمودية يسوع. صح، يسوع اعتمد في نهر الأردن. أي الشعب اليهودي لأرض إسرائيل لما انشق نهر الأردن ودخل يشوع، أيام يشوع. نعم، بالفعل نهر الأردن مذكور عدة مرات في الكتاب المقدس. أول ذكر لما بن نون دخل مع شعب وانشق نهر إلى أرض كنعان. لكن في مرات أخرى مذكورة في الكتاب المقدس، في أيام إيليا، أيام إيليا بتتذكروا رداء النهر وإليشع. لكن في قصة في العهد القديم، نعمان السرياني أو نعمان الأرامي كان أبرص، مع أنه
عسكري وجبار بأس، لكن الكتاب يقول عنه أبرص. وهذا الشخص القائد النعمان السرياني جاء للنبي إليشع، والنبي إليشع طلب من نعمان السرياني أن يذهب ويغطس في الأردن 7 مرات. الفكرة في الموضوع هو الإيمان. وبعد ما غطس 7 مرات نهر الأردن طهر برصه ورجع لحمه صبي. لكن طبعا أهم ذكر لنهر الأردن أدان كان يعمد منطقة، طبعا في المنطقة الأردن بجانب أريحة أو بيت عبارة في الجهة الأخرى من الأردن، كان يعمد الشعب هناك والمسجد على يد يوحنا المعمدان في هذا النهر. هذا النهر لما نقف جنبه بذكرنا طبعا بذكريات الكتاب المقدس، وهذا امتياز لنا نكون بجانب النهر اللي اعتمد فيه الرب يسوع له كل المجد. زعزع يسوع إيمانها السطحي، هي دخلت في مجادلة مع يسوع المسيح. من السهل أنك تجادل في أمور الدين وأنت مخبي قضية خطيرة في حياتك، دائما بحاول يخبيها الإنسان في التدين الظاهري، في مظاهر التدين الزائف. بالواقع زعزع إيمانها السطحي مش على أساس يثبت أنه هو على حق وصدق، وهذا حق طبعا أنه أفهمها وبرهن لها، لا، في عنده خطة أهم وأعظم، هو ربح نفس هذه المرأة السامرية. عندما لم يبتدئ وقال لها أنا المسيح نظر ينبغي أن تؤمن بي، ابتدأ من إحتياج عطشان الحاجة إلى الماء وقادها إلى المياه الحية التي تفيض من بطنها وتنبع أنهار أنهار. لاحظ في هذه القصة أنه يسوع هو مصدر الارتواء. أنت بحث عن شيء، يسوع هو المصدر، قادر أن يشبع وأن يغذي الحياة. هون كان في تدرج بالإعلان، عندما ابتدأ معها يسوع قالت له أنا يهودي وأنا امرأة سامرية، ثم سألت ألعلك أعظم بنا يعقوب، أن المسيح أعظم من يعقوب. ثم عندما كشف أسرارها قالت أنت نبي، أرى أنك نبي. لاحظ التدرج، كل مرة شيء إعلان أعلى، لكن أخيرا الإعلان الذي يقود للخلاص. قالت بصوت أسيف وباحث من قلب جائع وعاطش أنا أعلم أن مسيا سيأتي. قال لها الذي يكلمك هو هو، اكتشفت أن هو المسيح. هو أحبائي يسوع هو الشبع الحقيقي والارتواء. الارتواء فقط في يسوع، ما في ارتواء في أي، يسوع هو الحل. الشبع الحقيقي والارتواء هو فقط في يسوع. 4 أشياء لا يمكن أن نعيش بدونها: الماء، الهواء، النور، والخبز طبعا. يسوع
هو نفس الحياة، نفخ وقال لهم روح القدس. يسوع هو الماء الحي، بل هو النبع، هو النهر، نبع الحياة، هو تدفق هذه الحياة، بل هو حياة الحياة ذاتها. يسوع هو خبز الحياة، قال أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش. أحبائي، هو الخبز والنور أيضا، قال أنا هو نور العالم، لأن عندك ينبوع الحياة، نوره نرى نورا. وإنه المصدر رب يسوع المسيح. هاليلويا 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 هاليلويا. أخيرا أعزائي، أريد أن أتكلم عن الارتواء. المرأة السامرية تقابلت مع يسوع المسيح، مصدر الارتواء، المنح، بركات الارتواء. قال كل من يشرب من هذا الماء يعطش، الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش. فعندما تأتي إلى يسوع لن تعطش، طبعا المقصود روحيا، وهنا أيضا الإفادة إلى الحياة الأبدية، وأيضا عطية الروح القدس. بتعرفوا المسيح لما جاء قضى على كل الحواجز العرقية الطائفية والجنسية، في أي اختلاف، واحد في المسيح. بالنسبة للتقليد اليهودي القديم كان يقول هذا القول المأثور: من الأفضل أن تحرق كلمات الناموس من أن تعطيها لامرأة، فكم بالحري تعطي لامرأة سامرية التي كانت تعتبر عدو لشعب الله في القديم. حقا ما أجمل يسوع، ما أروع يسوع، ما أجمل عطاياه، ما أجمل عندما يغير الإنسان. المرأة أحباء واضح أنه كانت تعاني، صرخت من المذلة، قالت أنا أعلم أن مسيا سيأتي ويخبرنا بكل شيء. هو اللي رح يكشف الأسرار ويوضح كل الأمور. فأعلن المسيح عن ذاته، قال الذي يكلمك هو هو. هي جاءت لتملأ جرة، فتركت الجرة وركضت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم، إنسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. هنا من بلدتها آمنوا بسبب كلام المرأة، ثم جاءوا إلى يسوع ومكث معهم يومين، وآمن كثيرون بكلام يسوع. أصبحت أول مبشرة في الكتاب المقدس هي المرأة السامرية، حصلت على الخلاص وشاركت هذا الخلاص مع الآخرين، لأنها اكتشفت المصدر وارتوت من النبع الذي لا ينضب، من شخص الرب يسوع المسيح. حقا أحبائي، نرى في هذه القصة، نرى النعمة الإلهية بكل عطاياها، حبة الإلهية بكل أبعادها، الأحشاء الإلهية بكل أعماقها، نرى الخطة الإلهية بكل أفاقها، ثم نرى الرؤية الإلهية بكل أمجادها. لاحظ معي إن يسوع ما كانش غرضه إنه يفضح المرأة السامرية، انتظر لما ذهب التلاميذ يبتاعوا الخبز وحدها، عشان بدوش يخلي حدا يعرف أسرارها، وبحافظ على الأسرار. هذا يفضح، يمكن إحنا بتمر في نفس الظروف أو أنت بتمر في نفس الظرف، غرضه مش عاوز يفضحك، عاوز يخلصك، عاوز يجذبك إلى نعمة الخلاص. وكذلك المرأة الزانية في يوحنا 8 عندما خرجوا قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، خرجوا من الكبير إلى الصغير وتكلم معها عندما بقي وحده معها وهي في الوسط. هو مش إله الفضايح، هو إله الذي يجذب بنعمته الخطاة لكي يأتوا إلى الحياة الأبدية. هدفه أن يخلص
لا أن يدانوا، مش جاي حتى يدمر أو يهلك. رسالته رسالة حياة، رسالة المحبة. انتظر التلاميذ، نعم، وهكذا تعامل مع المرأة السامرية وقدم لها أعظم معجزة، معجزة الخلاص. في الختام، هل تحتاج إلى معجزة خلاص؟ لربما بتمر في خطية شنيعة، تقول خطاياي أفظع أكبر مما أنت تتصور. نعمة الرب أكبر، إنه قادر أن يغيرك. كل ما تحتاج إلقي نفسك على النعمة، قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ، تعال أنا بدعوك إلى حياتي، خلصني من كل خطية، أنا أؤمن بموتك على الصليب وقيامتك من بين الأموات، سامحني، اعترف بكل خطية اتركها وادعو المسيح إلى حياتك. إنه يأتي الآن ويصنع معجزة. هل تريد هذه المعجزة؟ صلي. وعلى فكرة إذا صليت منحب نسمع منك، شارك الآخرين عن هذا الرائع. اتصل بنا هاتفيا أو اكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، وتذكر إنه الله يحبك.